أناب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. أناب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور السباق الرابع للخيل والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم على مضمار سباق النادي. وقيم السباق الذي اشتمل على 7 أشواط على كأس اللجنة الأولمبية البحرينية وكأس شركة نفط البحرين بابكو، وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو والسيد محمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وممثلو شركة بابكو الراعية الرسمية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بتقديم كأس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى المضمر فوزي ناس، فيما تم بعدها تتويج الفائزين بكؤوس شركة بابكو، حيث قام الشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة رئيس تطوير الأعمال بشركة بابكو بتقديم كأس الشوط الثالث إلى عبد الله فوزي ناس، وكأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز آلان سميث، وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز حسن مفرح العجمي. فيما قام السيد خالد بوهزاع مدير عام التسويق بشركة بابكو بتقديم كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، وكأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز آلان سميث، وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.